حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده دايما. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عيد سعيد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين يا رب، وكل حد فيكم ان شاء الله مع اهله واحبابه في سعاده دايما يا رب، وتقضوا العيد في منتهى السعاده. النهارده جايبه لك الكادو بقى بتاعه العيد يا حبيبي. مش تحتاجي طبعا بوتكس ولا فيلر ولا اي حاجات الشكشكه دي. لو عندك اي تجاعيد حول الفم، تجاعيد حول العين، في الجبهه، عندك اي تصبغات جلديه، عندك اي ندبات، بثور، ندوب، كلف، ان شاء الله هتروح مع المداومه يا قلبي، ويا رب يعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم وعلينا جميعا يا رب. نتلم في الخير دايما ونتجمع في الخير دايما. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي الطريقه. معايا اول حاجه او اول مكون هو الجزر، جزره متوسطه او جزره كبيره الموجوده عندك هينفع. طبعا انا محضره دي عشان مش عايزه اخد من وقتكم. انا بشكركم جدا على الوقت اللي انتوا بتدهولي وتتفرجوا على الفيديوهات، بقدره جدا وبشكركم جدا على الوقت ده يا بنات. حبايب قلبي دلوقتي انا معايا كمان ايه غير الجزره؟ معايا معلقتين رز مطحون. طبعا يا بنات الرز المطحون او الرز الحبوب، الرز عامه فوائده فظيعه، فوائده جميله جدا ما تتعدش بصراحه. معايا كمان ايه؟ معايا معلقتين بذر الكتان او بذر الكتونه زي ما حبايب قلبي وبنبوناتي بيقولوا عليه في البلد العربيه، بيقولوا عليه بذره الكتونه. بذره الكتونه او بذره الكتان طبعا مطحونه، معلقتين زي معلقتين الرز وكوبايه ميه كبيره عشان هنرفعه على النار يا قلبي. طبعا يا بنات الجزر مضاد للاكسده وغني بفيتامين ج اللي بيخلي البشره مشرقه وصحيه، ومعالج للبقع والندبات، ومعالج لاثار حب الشباب، ومكافح للشيخوخه والتجاعيد. طبعا يا روح قلبي احنا رفعناه على النار حوالي 10 دقائق 12 دقيقه، وبعد ما تيجي يستوي تلاقيه استوى وتدوس عليه بالشوكه، ندلق عليه نص كوبايه لبن حليب. ليه دلقت عليه بعد ما ابتدى يستوي؟ لان لو حطيت اللبن في الاول يا روح قلبي اللبن هينشف طبعا، وهيكون لسه الجزر ما استواش ولا اي حاجه استوت. فانا بحب احط اللبن اول ما يدخل في السوى، بحط اللبن عشان مش هياخد وقت كتير واطفي عليه. طبعا هنا جبناه من على النار يا قلبي، طبعا كل المكونات استوت مع بعض. فده قصدي عشان اللبن الحليب يا بنات بحطه قبل ما اطفي عليه بخمس دقايق ولا حاجه، على اساس ان هو ما ينشفش في المكونات وما يروحش، بخليه لسه زي ما هو بفايدته كده. طبعا هدلقه في اي خلاط او اي كب عندك عشان نخلطه، هنخلطهم كلهم مع بعض زي ما انت شايفه يا قلبي. طبعا يا حبايبي الرز طبعا بيفتح البشره جدا وبيخلصك من بقع الداكنه، لانه غني بفيتامين ج وفيتامين ه، وبيقشر البشره وبيخلصها من التصبغات الجلديه والخلايا الميته، وبيجدد البشره وبيشد البشره وبيأخر ظهور علامات الشيخوخه. وطبعا بيأخر طبعا التجاعيد وعلامات الشيخوخه، بينشط الدوره الدمويه طبعا، وبيعيد التوازن الرقم الهيدروجيني في البشره، وبيجعل البشره مشرقه ومتجدده، لان طبعا غني بالفيتامينات والمعادن والاحماض الامينيه. هناخد ايه؟ هناخد معلقه، طبعا معلقه دي صغنونه قوي، انا كل حاجه بجيبها صغنونه زيكم كده. هناخد طبعا حوالي معلقه شاي عصير ليمون. طبعا يا بنات الليمون فريش مش ليمون مخزون، يعني تكون لسه قطع الليمون. طبعا هناخد حوالي معلقه شاي ليمون اللي بشرتها حساسه ما تخافش خالص، لان كان بشرتي حساسه فدي مش هتبان خالص، الليمون مش هيبان فيه، بس هيديكي الفايده بتاعه التفتيح. وطبعا هو معقم قوي بيجدد خلايا البشره ويخلصك من الترهلات. معايا كمان زيت جوجوبا الجامد جدا، زيت الجوجوبا المعالج لكل مشاكل البشره. زيت الجوجوبا يا بنات بيعالج كل مشاكل البشره. هناخد معلقه صغيره، طبعا بيعالج كل مشاكل البشره من اول الاكزيما والصدفيه وعلاج الحبوب والكروح البارده، وطبعا بيرطب الجلد وبيهديه. ربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب ويعافينا ويعافيكم. بيرطب طبعا الجلد وبيهديه، وبيساعد في تسريع الشفاء طبعا من الجروح، ومرطب قوي جدا. انا بعشق الجوجوبا. طبعا يا بنات زي ما قلت لك بذر الكتان بقى مضاد للاكسده والالتهابات ومحارب للجفاف البشره، بيخلصك من القشور السطحيه اللي بتظهر في والبشره جافه. ساعات في الشتاء بتلاقي البشره ناشفه قوي وفيها طبعا قشر او قشور،
مرطب قوي طبعا جدا للبشره والشعر، وبيأخر علامات التجاعيد والشيخوخه المبكره، ولو موجوده التجاعيد طبعا بيخلصك بنسبه 80% منها. واللبن طبعا مرطب يا بنات للبشره، وبيدخل من البشره، بيدخل البشره بعمق، وبينظف من الاوساخ وطبعا القذرات المتعلقه في البشره، ومعالج مشاكل البشره، ومغذي البشره جدا، ومعقم للبشره، ومزيل بقع الداكنه، وبيصغر المسامات. معايا كمان معلقه كبيره من الالوفيرا، عايزه تزودي او تضعفي الوصفه او تضعفي المكونات يا بنات، مفيش اي مشاكل. لو انت عايزه تضعفيها انت واختك او انت واخواتك مفيش اي مشكله. طبعا زي ما قلت طبعا اللبن بينظف بعمق البشره وبيزيل الاوساخ، وطبعا بيرطب جدا ومعالج مشاكل البشره وبيهدي البشره ومزيل بقع الداكنه والبثور وبيصغر طبعا المسامات، ومغذي البشره جدا لانه بيدخل البشره من عمقها. طبعا يا بنات الجوجوبا طبعا زي ما قلت معالج لكل مشاكل البشره، والليمون طبعا معقم قوي وبيجدد خلايا البشره، وطبعا بيخلصك من الترهلات، ومنظف جدا للبشره ومنظف طبيعي. طبعا هنشوف اي حاجه نحط الكريم فيها، بطرمان مثلا، اي عندك حاجه فيها ليها مثلا علبه مثلا بطرمان، اي حاجه عندك ازاز او بلاستيك حتى مفيش مشاكل خالص. عندك زيت الجوجوبا اصلا هيحافظ عليه، والليمون هيحافظ عليه، فما تقلقيش. طبعا هنحطه على وشنا ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق، المهم ان ده غني جدا بالعناصر اللي انت بشرتك محتاجاها، وهيجدد لك البشره جدا، وهيخليها جميله وناعمه ورطبه، وهيعين لك التجاعيد، والكل اللي انا قلته ده كله ان شاء الله هيعالج لك من كل حاجه. يا رب يعجبكم وتقضوا العيد في احسن الاوقات، ربنا يا رب يسعد اوقاتكم، وانا بحبكم جدا جدا جدا، ربنا عالم قد ايه قلبي مليان حب ليكم، وبتبسط جدا جدا من وجودكم معايا وتعليقاتكم الجميله. لو انت جديده عندي حبيبتي نورتيني، يسعدني جدا تفضلي معايا، ويسعدني ويشرفني جدا وجودك في صفحتي او وجودك في قناتك. ما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، اعملوه على الاول عشان كل جديد يوصلكم ان شاء الله. اشوفكم على خير يا روح قلبي، ودمتم في امان الله وحفظه، وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. نتقابل على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.